إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فمرحبا بكم على الموقع الرسمي لكتاب جهالات وأضاليل، نقد افتراءات عبد المجيد الشرفي على السنة النبوية. هذا الفيديو للترحيب بكم وليكون كمدخل لقراءة هذا الكتاب. أبدأ إن شاء الله بالحديث عن سياق هذا الرد، فإن الدكتور عبد المجيد الشرفي العميد السابق لكلية الأداب في تونس يمثل رأس التيار الحداثي في تونس، وعامة رموز هذا التيار اليوم العاملين في الساحة هم من تلاميذه ومريديه. ومن هو متابع للمؤلفات التي أصدرتها يعلم أنها كتابات سجالية تتعمد إنشاء حوار فكري مع المخالفين من أهل الكتاب أو العلمانيين، وأنني أختار كطرف مخالف أحد رؤوس هذا التيار الذي أرى أنه يرد حقائق الإسلام. فرددت على داري وارس مثلا في هذا كتاب Handic for the Word of God، وهو في النقد النصي للإنجيل أو ما يسمى مجازا بالإنجيل العهد الجديد. وداري وارس طبعا معروف أنه أكبر عالم اليوم في العالم في تخصص علم النقد النصي. رددت على أبراهام جايجر في الحبر اليهودي في كتابي هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى. رددت على عوض سمعان القسيس المصري في كتاب قيامة المسيح من الموت. واليوم لم أجد شخصية علمية تفوق دكتور عبد المجيد الشرفي سمعة وسلطانا بين العالمانيين أو العلمانيين كما يسمون العالمانيين التونسيين لأتناول ما زعمهم حول السنة. وأنا أعتقد أن مرحلة ما بعد الثورة في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين تحتاج توظيف حيز من النشاط العلمي الدعوي لتناول العلمانية في أصولها وموقفها من الإسلام عقيدة وشريعة بالتحليل والنقد والنقض. وهذا الكتاب بإذن الله طليعة كتاباتي في هذا الاتجاه. تناولت في هذا الكتاب مجموعة من المواضيع على تفاوت في بسط الحديث عنها من حيث المساحة. بدأت بالتعريف بالشرفي وطائفته التي يعلم أمرها كل معتن بطائفة العلمانيين الحداثيين في تونس ونخرهم الطويل في ثوابت الأمة وأصول الملة. وقد كانت هذه الطائفة مالكة لزمام وسائل التعليم والإعلام في تونس بيد من حديد باطشة بكل من خالفها، وقد أنشأت لنفسها طبقة من التلاميذ والعبيد الذين يبشرون بأقوالها وشذوذ ذاتها الفكرية الفجة التي لا تتوافق إلا مع أطروحات متطرفي المستشرقين وعتات المنصرين. ورغم أن الثورة التونسية المباركة قد سحبت منهم بعض امتيازاتهم، إلا أنهم إلى اليوم يسيطرون على الجامعات ووسائل الإعلام. ثم تعرضت إلى القيمة العلمية للدكتور عبد المجيد الشرفي من ناحية الإجمالية، وذلك في الفنون المعرفية التي خاض فيها في كتبه ومقالاته. كل ذلك ليرى القارئ عن كثب وبالبرهان مبلغ علم هؤلاء الممجدين في الإعلام. وأفضت بعض الشيء في حقيقتي في بيان حقيقة علمه بالثقافة الغربية التي يصول أمثاله باسمها في الجامعات باعتباره واعتبارهم كطائفة حملة شعلتها. فما نصيب الشرفي من المعرفة الواعية بثقافة الإسلام وبثقافة الغرب؟ سؤال تجد إن شاء الله له جوابا في الكتاب بالبيان والتفصيل والتوثيق. يتناول هذا الكتاب أيضا تقويم معرفة الشرفي بالسنة، حيث نقلت قريبا من 30 خطأ علمي قبيح منكر وقع فيه الشرفي عند حديثه عن السنة، وهي أمثلة أوردتها لبيان أن الدكتور عبد المجيد الشرفي نبي الحداثة الذي يدعو على مدى 4 عقود إلى تجاوز السنة ويزعم أنها تراث مزيف في أغلبه، لا يعرف من علوم السنة شيئا. ولعلك كقارئ ستندهش عندما تدرك أنه يرتكب أخطاء ساذجة في مسائل هي من ألف باء علوم الحديث.
من القضايا الأخرى المطروقة في هذا الكتاب بيان الموقف المنكر والقبيح للدكتور الشرفي من الصحابة، فقد نقلت من كتبه سبابه الفج للصحابة عموما ولأبي هريرة رضي الله عنه خصوصا، ثم نقلت دعاويه حولهم ببيان من الكتاب والسنة. يتحدث الكتاب أيضا عن الكاتب الشيعي الذي يعتبر المصدر الأول ويكاد يكون الأوحد لمعرفة الشرفي بالسنة، وهو كشف يتفرد هذا الكتاب ببيانه، وأعتقد أنها فضيحة علمية حقيقة، فيها تفاصيل مثيرة وبعضها مضحك، إذ يحرف الشرفي أحيانا كلام شيخه الشيعي بطريقة تكشف الجهل الفاقع للشرفي بعلوم السنة. بقية الكتاب خاص بنقد موقف الشرفي من السنة من خلال نقد دعاويه الواردة في كتابه الإسلام بين الرسالة والتاريخ. فقد لاحظت أنه في هذا الكتاب قد جمع مجموع شبهاته التي نثرها في كتبه الأخرى وفي مقالاته ومؤتمراته كذا، وضعها في فصل من هذا الكتاب، فاختصر علي الطريق، ولذلك تناولت الفصل الذي تعلق بالحديث في هذا الكتاب بالدراسة كلمة كلمة، فوجدت الرجل لا يملك يعني كتابة جملة واحدة دون خطأ، دون كذب، دون تحريف، دون تغيير للتاريخ، دون تعمية عن حقائق التاريخ والشريعة، وهي أباطيل كرر الشرفي عرضها والمنافحة عنها في أي محل، وعمتها في الحقيقة لمن هو صاحب دربة بهذه المسائل، عمتها من اختلاق الشيعة والمستشرقين أو غلاة المستشرقين. وسيجد إن شاء الله المهتمون بموقف الاستشراق الحديث من السنة النبوية سيجدون حديثا مركزا ومختصرا وملخصا في الرد على مدرسة شخت، كما يعني هي تقريراتهم في كتبهم، والرد عليها رد علمي منهجي أكاديمي. وأخيرا هذا هو الكتاب، تعمدت أن يكون الكتاب صغير الحجم على خلاف كتب المتأخرة، قررت أن يكون الكتاب حجمه صغير يعني 150 صفحة للأسف لنفور القراء من المطولات، وأرجو ألا يزهد أبناء الدعوة في تونس وفي غيرها في القراءة في هذا الموضوع. في غيرها أقول أنه نفس مشروع الشرفي هو مشروع بقية التيار العلماني، يعني أرجو ألا يزهدوا في القراءة في هذا الموضوع، موضوع الشبهات حول العقيدة حول السنة كذا، سواء بقراءة هذا الكتاب أو بقراءة غيره، فإننا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخ الأمة تحتاج جدا في الطلب وتأصيل المعرفة وتبين سبل المشككين والمعطلين، وهي أمانة أرفعها من عاتقي على عاتقكم. وهذا الكتاب يعرض عليكم على النت للتنزيل والقراءة مباشرة على الموقع الرسمي للكتاب، وأيضا هو الكتاب يعني متوفر في البيع في مكتبات العاصمة التونسية إن شاء الله. ونسأل الله في الختام أن يرزقنا البصيرة والإخلاص، وأن يهدي الضالين طريق الخلاص. ولا تنسوا أخاكم من دعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابكم متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد فصوا من الوهاب.